التريجر اللي احنا اتكلمنا عليه انه ما ينفعش يبقى موجود، لكن في احداث تانية ممكن اقبل بانها تبقى موجود. زي ايه؟ زي مثلا انه يحصل فيه كونتامينيشن للسيرجيكال سايت، انا عملت بوست اورد فعملت عمليه، دي عمليه عظم معموله وجالها انفكشن، هل انا اقدر اقول للدكتور ممنوع انك تجيب لي انفكشن في الوند؟ ازاي يعني؟ ما ينفعش، لان في عوامل كتيره جدا تدخل فيها، مش الدكتور هو السبب فيها، ده في حاجات كتيره، ممكن النيرس، ممكن الانسترومنت، ممكن الاميونيتي بتاع البيشنت، ممكن الهايجين بتاع البيشنت، الاسباب متعدده وكتيره، لكن عندنا احاطه بان احنا ممكن نقلل الانفكشن ده بشكل او باخر. يبقى انا الرقم المعقول اللي هو يبقى فيه قبول ان يبقى فيه انفكشن. في دراسات اتعملت فيها وده بنسميه احنا البنش مارك تاني، واحنا انا هتكلم على البنش مارك في محاضره جايه اللي جاي يمكن اللي جايه واللي بعديها، ان البنش مارك بتاع الهيلث كير اسوشيتد انفكشن سيرجيكال سايت اوف انفكشن المفروض يبقى اقل من 5% او من 3 ل 5%. خلاص دي دراسه معموله في مؤسسات او مستشفيات شغاله ب 3 ل 5%، عندهم التارجت ده، انا المفروض ابقى زيهم او على الاقل يبقى ده جول بالنسبه لي زي ما اتكلمنا في الجول ده، الاكسبكتد بيرفورمانس ريت اللي انا عايزه. فلما اعمل مشروع تحسين بقول يا جماعه احنا عايزين الجول بتاعنا ان الريت بتاعنا بتاع السيرجيكال سايت اوف انفكشن يقل عن 5%، وحطينا سوليوشنز وحطينا مش عارف ايه وقعدنا عملنا مشروع تحسين وغيرنا البوليسي والبروسيدر وعلمنا الناس بالنظام الجديد وعملنا implementation وبدأنا نعمل monitoring، لقينا ايه؟ الريت لسه ما وصلش زي ما هو 10% زي ما احنا. لا، يبقى ده تريجر ان انا ابدأ اعمل دراسة تانية وابدأ اشوف الوضع تاني ايه. امتى التريجر يقف؟ التريجر هيقف عند 5%. انا اللي عامله تريجر، انا اللي عامل. ممكن اعمل تريجر 7% عادي، ممكن امكانياتي مثلا 7 ل 10%، انا جاي من 20% وممكن اعمله 7% مش شرط 5، بس انا بمشي في ناحيه التحسين. ممكن التريجر يبقى specified rate change over time. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا مثلا دلوقتي عندي معدل القيصريات بتاعتي 15% من كل 100 حاله في المؤسسه بتاعتي، 85 بيولدوا نورمال و15 بيولدوا قيصري. في خلال 6 شهور وانا باخد الارقام لقيت معدلات القيصريات بدات تزيد، كانت 15% بقت 18 19 22 23 لمده 6 شهور، بلاحظ ان المعدل زاد 5% عن الجول بتاعي انا، عن الرقم بتاعي انا اللي موجود. فهو لو زاد بالشكل ده يبقى في حاجه مش مظبوط، ولابد ان انا اعمل تدخل او ابدا اخد اكشن علشان اوقف الموضوع ده بدري بدري. في برضو تريجر تاني موجود اللي هو اسمه derived range around a statistical mean. هنبدا ندخل شويه في حاجات هي حاجات هتيجي لسه، اللي هو حسابات المين والميديان والستاندرد ديفيشن والريجريشن اناليسس والحاجات دي كلها هي هتيجي، فانا هدي معلومه صغيره عنها كده وهنعديها وبعد كده بنتكلم عليها بعدين. دلوقتي انا هدي مثال، انا عندي كوميتي في المستشفى اسمها patient relationship committee، هم قعدوا مع بعض، الجماعه دول بيقعدوا مع بعض شغلتهم ان هم يعملوا سيرفي على المرضى، يا جماعه انتوا ايه اللي مضايقكم؟ عندكم مشاكل؟ احكوا لنا قولوا لنا. بيطلعوا اي غلطه على اساس يبداوا يحسنوا المشاكل اللي لقوها، في مشكله هاي فوليوم يعني مكرره كتير، ان كومبلينت جاي كتير قوي ان المرضى بيقعدوا يستنوا في العيادات اكتر من 15 دقيقه، وده معناه انه بياخد وقت طويل، وانا مش عايز كده، المستشفى مش عايزه كده. المؤسسة قررت انها تنزل الرقم ده، يعني هم مثلا لقوا الكومبلينت طبقوا خدوا الكومبلينت بتاعت العيان، بدأوا يحط مونيتورينج على الوقت الموجود في العيادات، ففعلا لقوا مثلا العيادات تقعد 25 دقيقة و30 دقيقة. فعملوا ايه؟ احنا عايزين نحط تريجر، تريجر ده في الارقام بتاعتي اول لما يظهر اعرف ان في حاجة مش مظبوط. ايه التريجر؟ بالنسبة لي انا هنا ال 15 دقيقة، العيان بيقعد اكتر من 15 دقيقة، المفروض مثلا بيشنت يقعد مثلا 10 دقايق في العيادة، وده رقم كويس جدا، 10 12 دقيقة 13 دقيقة برضو مش مفروض ان يقعد اقل، يعني مثلا 5 دقايق او 3 دقايق، ده معناه ان هو ما حدش شافه بطريقة كويسة او ممكن ما تعملوش دوكيومنتيشن كويس. احنا نرسم رسم بياني عشان نفهم الكلام ده كويس، رسم بياني للكلينكس اللي موجودة عندنا، اللي هي نبدا نعمل لها مونيتورنج بقى ونبدا نشوف الوقت بتاعها ماشي ازاي. هنحط على المحور الافقي نحط الكلينكس، والوقت هنحطه على المحور الرأسي، ونبدأ نشوف الكلينكس اللي موجودة عندي بتقعد قد ايه. خلينا نشوف، انا المعدل بتاعنا اللي احنا عايزينه ايه؟ انا عايزين
الرقم بتاعنا ما يعديش 15 دقيقة، والمفروض يعني الكلينكس الموجودة عندي مثلا، هندي أمثلة يعني، ديرما، درماتولوجي، اندوكراين، سيرجري، اي ان تي، سايكاتري، ميديكال، ودنتال، دول العيادات اللي عندي. وهبدا اخد انا الارقام بتاعتهم، العيانين بيقعدوا قد ايه هناك، واسف العيانين بينتظروا قد ايه لغايه لما يدخلوا للطبيب. انا المين بتاعي مش دقيق طبعا قوي، لكن المين بتاعي طلع مثلا ايه 10. دلوقتي التريجر بتاعي ايه؟ التريجر بتاعي 15، العيادات ما تعديش ال 15، وحط تريجر تحتاني العيادات برضو ما تعديش اقل، ما تبقاش اقل من 5 دقائق. يبقى اللي اقل من 5 دقائق او فوق ال 15 بالنسبه لي غير مقبول، لان انا عايز يبقى العيادات في حدود ال 15. انا مقبول من 5 ل 15. الفاريشنز اللي موجوده في النص دي انا قابلها، يعني قابل ان عيان يقعد 6 دقائق، قابل عيان يقعد 14 دقيقه، مفيش مشكله. يا سلام لو كلهم على ال 10 يبقى جميل قوي، يبقى ده معناه ان اداء ثابت. لكن لو 14 انا ما عنديش مانع من هذا التطرف يعني، لو 6 انا ما عنديش مانع من هذا التطرف. المساحه دي اللي هي ممكن يبقى فيها ناتشرال فاريشنز، لان الدكاتره مختلفين، لان النيرسز مختلفين، لان العيانين مختلفين، فالفاريشنز دي مقبوله على عكس السنتينال ايفن. انا مش قابل المشكله دي اصلا، انا عايز امنحها، لكن هنا انا قابل ان يحصل فيه فاريشن. انما انا مش قابل اللي فوق الخط الاحمر الابر كنترول ليميت، ومش قابل اللي تحت الخط الاحمر اللور كنترول، مش قابل فوق ال 15 ومش قابل تحت ال 5. يبقى انا اقدر اقول مين بقى العيادات اللي هي مش كويسه؟ قولوا معايا بقى كده، اظن واضحه. الاندوكراين عالي، والسايكاتري عالي، والدنتال عالي، الباقي ماشيين زي الفل تمام. يبقى انا اما اجي اعمل امبروفن هشتغل على مين؟ هشتغل على الثلاث عيادات دول، اشوف مشاكلهم ايه بقى، تعال اعمل لهم اناليسيس، مشاكلهم ايه، والبروسيس بتاعكم ماشي ازاي، وليه بتتاخروا، والدكتور بيقول ايه جوه، السيستم عندكم فيه مشاكل، هل الكشف بيقعد فتره اطول، وازاي نخلي عياده مور افيشنت عشان ادخل عيانين اكتر واكسب اكتر. يبقى ال 15 ده كان هو التارجت بتاعي، والثلاث عيادات اللي هم خرجوا بره الابر كنترول ليميت بالنسبه لي انا هنا تمام، بنسميه، خلي الكلمه دي موجوده عندكم، بنسميه سبيشال كوز فاريشن. طيب اي حاجه تخرج بره الخط ده لفوق او لتحت ده اسمه سبيشال كوز فاريشن، وده لازم اعمل له انتنسيف اناليسيس، لازم ارجعه للطبيعي تاني. طيب واللي هنا الفاريشنز الموجوده داخل من 5 ل 15، انا الفاريشنز بتاعتي انا قابلها، فدي بنسميها كومن كوز فاريشن. انا ممكن اعمل تحسين على الكومن كوز فاريشن، اقلل الفاريشنز دي، اخليها قريبه من المين، لان لما اخليها قريبه من مين معناها ان اداء كل الناس واحد في المستشفى، وهي دي فكره السكس سيجما اصلا، وهنتكلم عليه قدام. ده التحسين العالي اول الناس بتستخدمه دلوقتي يعني، لكن مبدئيا انا قابل ان في فرق بين الناس وبعضها الى حدود معينه، وده بنسميه كومن كوز فاريشن. الكلام ده هنلاقيه في جانيت براون صفحه 88.